بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لحد كسود واتان ورك عالم كهوي ذنك جي معنا يا تلفزيون الصومالي كابل حرمتي سرحين مقالة المقدشة أنا جو حنا هاي بشر بشير قد بدأ ورك يجو دور كحولنا وحاكم دا معمول كقل مذوق ورك صوصار هرق أجانب أه ولا جو قبطي دق مذا هبيا قبل كمذوق قالها وكيلة الصومالي لان وانسحية ميسانية دا سنة كلبك ولا بعتني سدح مناسبة لوغو مهدعلين يأي وزير الدفاع كينيا آذن برد عالي أو لغو قبطي حافظ إسلي مقالة نيروبي قدبا داسي قدبا كلوفا فاسانا يدور كيكو داون دون تانو ديار قروه قدبا دياد مقشين ورمسترن وركي يودن معمول كغل مدوغ ايا ورك سوصاري رق أجاني باه أو لغو قبطي دقمدو هبيا يقبل كمدوغ وزارة داريمها قدها قل مدوغايا صوبان لغاية رق أجانب أه أو لغا سوقبتاي نواحي قد دقمضو حبيا وقبل كمدوغ واركا صوبحاي وزارة دا أمنية قل مدوغايا لغو جري عيدا مدى أمان كدولد قبلات كقل مدوغايا حالي قعان تاكو لغاية رق أجنبي أه أو كيميد لنكا كوحدة على شباب عيدا مدى أمان كدولد قبلات كقل مدوغايا حالي قعان تاكو لغاية رق أجنبي أه أو كيميد لنكا كوحدة على شباب kuwaasi oo lagu soo gali rabay degmada Hobyo baaritaano hordhac ayaa tilmaamaya inay yihiin maxaabiis muddo fog u xirnaal shabaab ugu dambeeyna iska soo daayeen waxayna ku jiraan gacanta dawladda galmudug laamaha amaanka ayaa wali ku jira baaritaanka ragan waxayna dawladda galmudug ku wareejin doonta eheladooda marka uu baaritaanka dhamaado oo ay cadaato inay yihiin maxaabiis u xirneed al shabaab مناسبة لوغو مهد علينا يي وسير كدفاع كينيا آدم برد عالي يا لوغو قبتي حافظ إسلي مقالة نيروبي عبد الله أحمد علي يا إسلي مقالة نيروبي كصدري قدقا قناعسة يا حافظ إسلي يا سوق بنقابي مناسبة لوغو مهد علينا يي إسلام مركان لوغو هم بليين يي وزير كدفاع كينيا مدن آدم برد عالي مناسبة يا وحاك سوق يبقالي حلبانو كترسن بارلبانك كينيا علمو الدين قناعسة هوين يا مدحدة قدقا قناعسة يا حافظ إسلي وغورين دادكي مناسبة دكا اللايا يا وحاي تاقيرين حلك وزيرك قاشان ديقا ومدحوينا كينيا ومقا عابي آدم برا الدعالي مركا وغوه الرئيسة وآد ايان اللي قروش شكرنا يا اوني اللي قروم هاد علينا يا اني وغوه هاد لايا مقا اسلي بيسنس ديستريكت اسوسياشن ايو مقا عبوديكا قبان قابضا ايو مقا عيقبا وحن ربا سوردوين تا آدم برا الدعالي إن أن أوفى إدستو هل أرين آدم وأولا تغانين ربو حد مرقى إيا مكتا إيا مقعى يوداقا لكن آدم والنكرة أو إنت أسكبضن حاوشن هذا اللو مقعى بي ووقل ما ووصل هالقمي وانا مذين وعلى بينا نشيغو وزير آدم أنا وأنا أمضي صومالية كي يجوتي أو كتاير سنة أو كتاير تاينة وما تعرف تعلق without any reservation بان تاير سنة هاي قربنا هاي سيدو قرب كنوبيا مدحدة قدقة قناعسة دي حافظة إسليا يا وحاي أمهد عليين داد كي كسو غيب قلي مناسبة دان يا غونا تاقيري وزيرك قاشان ديك يدلك كينيا آدم برد دعالي حافظة دان قرحة بدان قيمها بدان taariikhiga waxa soo agaasimay ururka halka ku qoran isniin business research association oo gaadhay dhinaca hayd ee uu soo meeyo wasiirka difaaca aadan bare soo dhaweey hambaliyo iyo cali masar iyo in loogu mahadceliyo madaxweyne dhagta ruto magacaabidi uu magacaabay muxuu ahay wasiir aadan ujeedada intaas ay ahayd wasiir aadan saad uu socotiin muddo badan wuxuu ahaa mb uu ahaa mbnimadiisa sidii la sheegay ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintu ku difaacay wax badan uu ku soo difaacay cid walba soomaaliya way ogtahay maantana waxaa laga dhigay difaaca dalka kenya wuxuu isku darsaday marka wadanka shucuubta kenya oo dhan inuu difaaco oo uu ilaaliyo oo cadowga ka ilaaliyo
مركز الصومالي سوى مرة هوري قالوا دفاعي إسلام كان قالوا دفاعي مدام وزير أمانتا يشرف أمانتا لكم جنايو ومد أديك الشغل ستي وأنا مدام تحي من والبا وحكين صدا أيام لو أمانا من سلو عمبارية انت اصول اسبتال مدرسة دستي انت اصول مساكينة عاوزي انت اصول مساجد ايات دستي مركز تا مقاعة يهودة صومالية وهو التاقنات وانا اتقال لني جيرتي اضو وزير اهين اسكا علمان اهين تاسيتو لأجي لقاس ايا شرفت مانتا اسوكين كنتي إنهم أمانو إنهم شرفنو وامد وادي هوري أسوه شغيستي سيدو كلي مناسبة دا وحاكا دلي حل باناد صومالي دا يكو جيرا بارلبانك كينيا إياقونا لين عودة تاقير وموجيه وزير الدفاع كينيا مدن آدم برد دعالي وحقلو المشروع ماتو مالتالي دادك دحجوطا إنه صومالي دفاعلو وعواجه قصار مرهوري مرتبو أرو سياسي ماتو دوريده إنهم كبار تعبان تعبان كارنا هم نوتشو مدهون هذا الكي هو يبرزو هل بقولي هل سرعي ووضح دوبيته كان سوي الدوبيته كان بتوعي هل كان واحد موجي هذه كان سوي الدوبيته كوين هل كان سوي موجي أنا يا أبو فحسبي ومتعيرنا مركا واجبات كسران ما أنت أسرع هجان نوع أسرع مدح نوع هو يدي ونوع قاري ونكسنا أيان كده بجرنا إسلي بيزنس أسوسيشن أي موجسي حلبانا لما تتشوغن أي موجيين ملح سر كسر ريسو أسر ولا سلاح أما جيرو ما أنتو عيكا تمية أسرع هوغانا هوغان بانا كفل هنا إيه جهة إنو دبر صومالي لهم وهر سيرو هرمو دون نقو ملح نقو واجبا كسر كسر بينا وصارا أنا لو حواجبا لغا صارا إنهم قربانو وآتاقرنو ووحي يوبا هنيهاي سيدا ماانتو كالتانو صباحنو وانتسنو إنو داد كده شيء ووسكيلي إياهاي حفلتاً سيدا آلكا وهبس الرئيس النصر وغاسمي لغسور بويني إسلاما كان لغم موسيو مغعابو دا وحلك أمك عابي مدحويني من شرفت لأوليان بروتو وألكن أهل برد العالي أردبتي أه تسالوان أكسن أنك هذا كل صب سياسة تسالوان أكسن نوه هدين نغطو وحبوبة وشدة ومدي سيديقان كاللغس ودورتي هدين نغطو وديقين تهديتي من شرفت له يا هدين نغطو ودوديدة ومدى الصومالية دا كل طبقوة كالكينة aliya duguma tan yahay hooli oo horno ku soo qabtay annagana garab baanunahay idinkana maanta xafladdan ayaa ka muujinaysa taageeradaadu haysan waxay ku tusaysaa labada xisbi midna Raila uu hoggaaminayay midna Ruto dhamaan aan barra madax ayuu loo yeero Soomaaliya hadii aan aan marka ma qaybsanna Soomaalina ma qaybsanta insha Allah hadii mudanayaal aan nahayna كي مدير لغا دورتي كي وجار لغا دورتي كي غارس لغا دورتي اما كي كمغوتي سومالي ايا مدح ودان ugu dambeyntii wasiirka difaaca ee dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu maadceliyay gudiga ganacsatada ee xaafada Islii oo soo qaban qaabiyay munaasabadan lagu taageerayo waxa mahad weyn u celinaya gudiga ganacsatada oo hoggaaminaya chairmanka iyo vice chairmanka iyo madaxdeeda وحن هذا يعلن يا حلبان يوسف حسن حلبان كنا ميشن كركوجي وحن موجسين إلى أمد الصومالية خاصة حافظة دقن إلى مثلا صومالية جيس كان إذن مثلا أي مثلا صومالية كينيا أي مثلا صومالية إثيوبيا يا صوماليا يا جيبوتي intee nabaasha fadhiga inta samaynayna inta soo aan kasoo joogno u dhalanay wadanka Kenya
عبدالله أحمد علي تلفزيون كصومالي كابل نيروبي. شركة كشقيسة هوبينتا تيادة بديعادها ومانتا لدها فوري مسؤولين كقيب غالي دا فوركا شركة دا ماروبوت وريه نعنس محمد صومانايا ففاهين توركا نيغيا مناسبة بلاران او لغو دا فوري شركة دا ماروبوت او شركة بلاران او كشقين دونتا هوبينتا تيادة بديعادها دالك سوغلا يا مانتا لغو قبتي مغالي دا مقدشو شركة دا نو شركة غارو يليهين موادنين صوماليا ayaa kambani maxalli ah isla markaana la aasaasay 2018kii wuxuuna xiriir dawla leeyahay shirkadda caalamiga ee Intertech. Munaasabadda xafladan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka socday heer dowlad goboleed, odayaal, dhalinyaro, haween iyo marti kale. Fayadowdu waa la isla garta maahin. Ha, tismadku waa kooban. Munaasabadda xafladda ayaa ugu horeyn waxaa lagu soo bandhigay muuqaal kooban iyo qaabka ay u wada shaqeyn lahaayeen labadan kambani. To be the privilege to be here at the forefront, this is just the start of an important partnership that will bring tremendous growth to the economy of Somalia. Well, thank you all. I'm looking forward to meet you in person in due course. And all the best. Thank you. Ugu horeyn waxaa goobta kelmada kooban ka jeediyay martidii xafladda lagu marti qaaday waxayna u mahadceliyeen ganacsatada isku hooshay in dalka ay ka hirgeliyaan شركة باري سبدي عدها كلا دواني دلك السوق لا شركة دان اما كبني كان يعد صو أساستي أدم الأمة العلنية صوبت الواحد تاعي and سيدا أدلس أتان دلك أردن واحد لو فيها هي واحد ما أنا هي هي واحد كوي ما أنا ما يكون بحان قفر بس سيدا أورهم واحد بقول لك هنا هي هنا بلشید لود دارن مهای و حلود دارن هچاب که یه نقاله های قفل مفیرن هن. مرکز دارن هدف کی مثل هایی بلشید سامالیه دو نقل کی آن های. حالا سعی نهایی اسم تردی بتن. و حالا سعی نقاط تردی بتن. حتی دل کی اندکی حلوی قبل لعی حافظ آنها و اکتیم. شرکت داره و مهم و شرکت اینترنشنال و شرکت عالم کوکلا. ما اهل شرکتی هی میشه انت سوق یار فرت که به حیری. و شرکت هدنا آن مانا بوله آهن، و شرکت اینترنشنال کو حیران، کو باریس یا لندن یا مراکن یا ایست آفریقا یا دون کردن کوالیتی کنترل کو هیوی غیب کمیدا. مرکز سازی نه وگر نه این شرکت وی انتهای باهید آهن کم نلمس و کوی کرایه ایل عاوز آن از هدنا شیعه نو. لکن سید دل که یه او تی عینه دنیا وحنا لاین کوالیتی کنترل مجرا. شرکت دمیری بورت سرفیس، و ایسکو داویی هن شرکت اینترتک. وحنا رجعنا يا فرنتي هذا يلعب بهنا كواليتي كنترول تيله أو قوانا الشهر دبا دلكنا وحاسو قلا وحياه بدن عن كواليتي لهين سيد الله شيء أما إنه ودوجنا هيبة وحاسو دجا بدي عين دعي هذا كده مركز كسو دجا قدوميو كحين كبرلمان كدولة قبلة كجل مدوك فاضو مع عبد علي فاندي يحلبان شكري ويرح ويغنو قوبتا كجيدي هذا اللقوبان ايا شيغي ان شركدان اي مهم متهاي دالكا وحينا مدح دا دولة دا سوماليا كدال بدين ان كمبريغان سي وذجير اللو تاقيرو مارك اوه رايسو تيمكي اي كتيمت فكردان وكسو شقي وصو قرسي هاركان وحالي انباليو congratulations دماتي ميمول براجوكتان اي وقتك ادقلسين مالكوماتي مارك حيكتو هرواغان عصتا دا سوماليا إمانت إنت حاضرك كوا ما مخن إيه ودك كم مخن وحلاه هاي مسؤولية أيام صارن
تيم كان وحيدين في ذاك كان إن المسؤولية دي من لفت كيلس نظيفة هذا قف عيد ستة أدون كمان رول بالجوجا وحاجرة وحليلة الأشورنس إيو بارتان لغو سمايو وحول بول لغو سماينا شركة كستو حي سمايسو وحي كو تلقشا إني إيبسو قصارة هديهو يمادن إيدي بسو عشتو مركز قفك إيبو قميس كان عسطة دماشا سوحا فرصد أغو جرتو ألابت إي سو قدن عيان مانتي أو ودما دكال إيكا سو قدن عيان مركي هالكان إي كيران وصوماني إي سو قرسيان هدي وقتك إيبو تلقلين إيكو قدي ويان إن الدبو عليان أو أي غلط العقل أنا دبلوك سعلي ما دار أي هستا شركة وحملة هاي فانت شركة الميروبورت هي إنترتك إماشة هاي سوماليا لكيني هي أرتي دا أرتا هي دا رسيف بريسي سوماليا لبدا برنتي وانو هم بغيرنا ها سوماليا كسوبة وحياة وفرا بغن والهوري إينا مقبتين إذو فضا سنو حينو كيني داوة دا متي سوماليا كسوبة يا بغلولي مركز هندي يتكتو فرسامو misaw xaqoosi ma inaad tii adduunka hadda ta Soomaaliya rabto content raad lagu geeyay hadda tii adduunka rabto na fuxeer iyo barnaamij lagu geeyay runtii waxyaabahaas waa waxyaabaha inagu dhaca aan raadinaynaa lacag waxaan dhameynaynaa dadkeenna dalkeenna u banaa yahay tan baan baahna iyo caafimaad si uu ku yimaado waxaa laga marmar wax caafimaad qabeen dadkeenna u soo galo dalkeenna dharka aad xiranayso iyo meesha aad seexanayso iyo cuntada aad cunayso haddii ay caafimaad qabi jirtay waxaan rabnaa marka la hadal inaynu barnaamijka isaga laga cid waliba ay ka qayb qaadato waxaanu soo dhaweynaynaa ama ku hadlay afka xildhibaanada dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ugu dambeyn waxaa gunaanadka xaflada ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdikariin Gabeere wuxuuna ballan qaaday in shirkadan ay ka gacan siin doonaan shaqooyinka adag ay bulshada u qaban doonto marka hore shirkadan oo quality controlka oo mar walba ilaalo oo inta ah shirkad oo أقولها صحيح كان جامد يعني أنت أو كسر مري أنت أو كشر قينا أنت أو هو كغبت يباهي الدم كله قبل أوكي دم كان هو رد قاضي لا يا هاي بقول كيف سياسة وحواي وكوارت كنترولك إيه وحواي سيرتيفيكيت كا ورح يلا عنده فرينه الدبلة مركب أبهان إن 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 الاعتبار هو هو عن هي أدى سيرتيفيكيت كذا بس important تعرف إيه دم كله هو كوارت كنترول دمستر sawtaa wax kale ma ayn hata marka aan gudaha oo kala gadanayn oo aad damacdid inaad contractor ka noqoto shidaal oo kale aad ka gadato shirkad kale to markii waxa ku weydiinaysa quality control ka oo shidaalkaas aan weydiina ama waxa la weydiina badacadaas aad soo qaadato quality control ka hadii marka mid lagu keenay aad soo saarto waxa la mid oo waqtigaas ah isla markii marka quality control ka inta marsiiso aan tenderka ku xirato oo kala qayb gasho faa'iido badan ay leedahay shirkada ajnabiga ah sameyn jiray marka qaar kor badacada dibadda looga soo sameeyaa inta laga qaado dalka oo dibadda looga soo sameeyaa quality controlka aan lagu aqbalaa laakiin alxamdulillaah hadii hadda shirkadeena ay noo sameeyayso maaru waxaan leenahay soo dhawaada aad ay ugu maasantii dalkan baahi badan u qaba inaan iska kaashano xoolahan waa u baahan yihiin sisinteen waa u baahan tahay linteen waa u baahan tahay cambeheen iyo muuskeen waa la yiraahdo waxyaalahaas khudaarta aad loo danayaa laakiin inta badan quality control ka saana ku hareen inkastoo shirkadii oo ugu weyneyd oo maxaan ku raad barnaamijkeena certified grade oo ugu weyneyd quality control Soomaaliya oo la jiray een maxaan ku raadada hay'addi oo hay'addi tii dhawrka dalka dib hadda loo isboonaysii oo dib maray hadda soo dhaw loogu sameeyo ayada laftigeedu ay hor gashay laakiin waxay u baahan tahay shirkada ay la shaqeyso oo shirkadaan oo kala taa ana Soomaane Somali Cable xilimaanta majil ayaa golaha wakiilada ka hor aqriyay xafiisi qaada lacagana soo marin qasnada dowladda marka la wariyeyna Faisal FIFA ayaa faahfaahinaya xiliban ahmed timajil oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada gar ahaan gudoosaadka ilaalinta ee dabagalka hantida qaranka ee Soomaaliland ay waxa uu markii ugu horeysay faahfaahin golaha hortiisa ka siiyay qodobada todobaadkan ay ka dooday gudigoodu gar ahaan xisaab cilka 2022 ee dowladda waxaan u tilmaamay in xafiisyada dawliga ah oo dalka ka shaqeeya miisaaniyadda dalka aanay ku soo darin dhaqaale ay qabtaan waxaan mudanayaasha u hor akhriyay liiska xafiisyada dawliga ee dhaqaalaha si qabta lacagaha aan sharciga ahayn ee la qaado iyo wasaaradaha iyo hay'adaha qaada
golaha waxaan maleeynaynaa arintani muhiim noo tahay mudane gudoomiye iyo mudanayaal inagoo waqtiga ka faa'iideysanayna inaynu arrimaha hore ugu socono marar badan bay muhiim tahay oo ay wax badan inuu qabsan karo inuu akhri karo oo gaaraba jira mudane gudoomiye iyo mudanayaal marar badan oo aanu kulamo xog wareysi la yeelanay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo hanti dhowrka guud ee qaranka waxay noo sheegeen in ay jiraan 19 tacriifadood oo aan golaha wakiiladu haba yaraatee ansixin oo ay qaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha qaarkood iyada oo lacagtaas badankeedu aanay ku dhicin qasnada dowladda qasnada qaranka guddidu waxay ka heshay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waraaq sumadeedu tahay hanti dhowrka guud ee qaranka GQ 1/1/2022 kuna taariikhaysan 1/9/2022 kadib markii ay ka dalbatay soo gudbinta takaaliifaha aan sharciga waafaqsanayn iyada oo tacriifadaha la qaado ay halkan ka muuqdaan gabi ahaanba sidoo kale guddidu waxa ay heshay wareegtooyinka wasaaradda maaliyaddu soo saartay oo ay ku waajibinayso khidmado taasi oo gebi ahaanba ka hor imanaysa dastuurka qodobkiisa 4-aad mudane gudoomiye iyo mudanayaal wasaaradda horumarinta wasaaradda horumarinta caafimaadka warqadda caafimaadka 4,900 waa lacagta la qaado wasaaradda horumarinta caafimaadka shahaadada dhalashada 100,000 wasaaradda horumarinta caafimaadka COVID-19 cusbitaalka weyn ama waraaqda la yidhaahdo refeertada ama gudbinta ee cusbitaalada kale ama meelaha kale ama dhakhtarada kale ay soo sheegaan waa 10,000 cusbitaalka weyn dalbashada caafimaadka dabadda warqadda dalbashada oo ay waajib tahay qofka xanuunsanaya in sidiisaba maadaama uu dhakhtarka yaallo si waafiya oo waadixa talabixintaasi waajib caafimaad kama saaranayay halkaana 110,000 guddida qandaraasyada $10 guddiga qandaraasyada ka qayb qaadashada qandaraasyada oo la eegaya qiimaha qandaraaska 300,000 wasaaradda arrimaha gudaha ay samaynta lahaanshaha hubka fudud $25 wasaaradda arrimaha gudaha samaynta kaarka lumay 10,000 wasaaradda arrimaha gudaha samaynta kaarka cusub 110,000 wasaaradda gaadiidka samaynta buugga gaadhiga ee lumay 100,000 duplicate baleydka umarrabaadka la sameeyay 100,000 wasaaradda gaadiidka buugga gaadhiga cusub 200,000 wasaaradda samaynta licenseka private car 200,000 samaynta licenseka publica haddaba waa ka publica 200,000 kala wareejinta gawaarida 100,000 iibinta gawaarida dowladda $100 marba intay noqoto 800,000 qaadashada new book ama buugga cusub iyo blade-ka cusub 100,000 wasaaradda waxbarashada samaynta shahaadada dugsiga sare $6 samaynta shahaadada dugsiga hoose $6 tasdiiqinta shahaadada jaamacadda $10 wasaaradda waxbarashada tasdiiqinta shahaadada dugsiga sare $10 roll numberka dugsiga sare dowladda $8 roll numberka dugsiga dhexe ee dowladda $5 roll numberka dugsiga sare ee gaarka loo leeyahay $10 ka gaarka loo leeyahay roll numberka dugsiga hoose dhexe gaarka loo leeyahay $20 beddelka ardayda gobolada waa inid muuqataa maalo leenaya roll numberka publica iskuulka publica iyo iskuulka privateka iyo intay qiimo ahaan kala sareen at least in islaamina fiiga dugsiyada hoose dhexe ee dowladda 30,000 ardayga bil walba fiiga dugsiga sare ee dowladda 120,000 bil walba wasaaradda ganacsiga cusboonaysiinta liisanka ganacsi 100,000 wasaaradda qorsheynta ganaaxa hay-adaha liisanka
أفر بقولكن ديوان جلنت مجا شركة جناسي ورقت جناسية أفر بقولكن رقت جناسية ديوان جلنت مجا شركة جناسي شخصية هاي بقولكن لانت سعدالك لعكت فايلك فايلك لعكت فايلك صدقكن باصبورك شغالة دولة أفريستيتنكن ورقت الشق جلنت أموك برمتك بقولكن لانت سعدالك جوهم تعمل ديبورتيشن يديبورتيشن كبا بقولكن xeerka ilaalinta diiwaanka ganacsiga 100,000 waraaqda dambilaanta 30,000 wasaaradda hawlaha guud kormeerka mashruuc kasta oo dawladeed 100,000 diima guud ee mashruuca ku baxay hata waa lacagta gashay hata mashruuca dhismaha rinjiga shaqada soo la qabtay wasaaradda hawlaha guud ruqsadda shirkadaha dhisme 400,000 محكمه جوالك محكمه جوالك كالنت كيس خبشه هاكي بوكبا جودان وركات كالسرعتين تلفزيون صومالي كابل هرم تسال هامغالا مودشوانا ينتاني وبشرين ورمين دهوكو مدونه وركان كيس هيجا نبضي ورسان